خير. اهلا، مساء النور يا استاذ احمد. حزب المصريين الاحرار حزب مؤيد ولا حزب معارض؟ انت شايف ايه حضرتك؟ انا بسال رئيس الحزب، رئيس الحزب اللي يقول لي. لا وحضرتك، احنا على فكره احنا، بس انا هقول لحتى اوضح لحتى حاجه. اتفضل. احنا اعلنا من يوم 3 يوليو. ايوه. ان فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي هو مرشح الحزب. ومرشح الرئاسي المصري، مش وليد اليوم. واليوم كان في بيان تاني اللي هو الاستمراريه، لان احنا حضرتك يعني حتى في ناس كتير قالوا، زي ما حضرتك سمع حضرتك بتتكلم، انه في ناس بتقول انها وقت مبكر. فالعمليه الانتخابيه حضرتك دي بتاخد مراحل، ويعني افتراضين طبقا للدستور المفروض انه تبدا الاجراءات اواخر هذا العام. وبالتالي العمليه الانتخابيه ليست الدعايه، لانه في ناس كانت قالت انتوا بتعملوا الدعايه قبلها، وهذه ليست دعايه، ولكنه اعلان. كما الناس الثانيه، في ناس اعلنت انها هتبقى هتترشح رئاسه الجمهوريه. نعم. واحنا لما نيجي نقول ان فخامه الرئيس هو مرشح الحزب. نعم. في الانتخابات الجايه من يوم 3 يوليو. نعم. يعني حضرتك النهارده احنا بنتكلم تقريبا في اكثر من واحد من 3 اسابيع. نعم. يبقى يعني زي ما بيقولوا ازدواجيه في المعايير، يعني احنا نطلع نتكلم يبقى غلط. نعم. وغيرنا اللي يقول انا بعمل وبسوي وبعمل وبجهز وانا مرشح للانتخابات الرئاسيه. لا، وناس عايزه تعمل جولات وحاجات، فكل ده بالظبط. احنا بنحترم ده، لكن في فرق ما بين ترتيب للحمله، في فرق ما بين اعلان ان انا بقول ان حزب المصريين الاحرار، وكان في اعلانات كده ان نفس الاعلان بتاعنا، ولكن اضفنا عليه السيسي مرشحنا. هذا اعلان عن من هو مرشح. هتدعموا الرئيس ازاي دكتور عصام؟ دعمكم ليه الرئيس ازاي؟ مراحل كثيره جدا. هاي اتفضل. وانا الحقيقه يعني منذ، يعني انا دخلت في القصه السياسيه من 2011. نعم. فمر عليا كميه انتخابات في وقت وجيز، عدد كبير من الانتخابات. طبعا جدا. وقت كان بقى وقت الاخوان اللي ما يعلم بها الا ربنا، وغيره وغيره. فجربنا كل الانظمه. نعم. اللي موجوده في العمليه الانتخابيه. نعم. العمليه الانتخابيه حضرتك لابد ان تكون على دراسه. واهم حاجه طبعا اكيد، يعني اكيد فخامه الرئيس هيكون له الحملة بتاعته. نعم. إن شاء الله بعد إعلان الترشح. وأحزاب كثيرة فاضلة موجودة، هتكون موجودة كل بحملته. نعم. لا، الأحزاب كلها هتبقى مع الرئيس، ولا في أحزاب هتخوض انتخابات ضد الرئيس؟ يعني يبقى ليها مرشح. الأعلن حاليا دلوقتي كمان النهاردة هو حزب حماة وطن. وأنا متأكد إن في أحزاب تانية موجودة إن شاء الله هتعلن. بس كل بيستخدم نقاطه وترتيبه. إحنا كويس. عاملين يعني انا سئلت طب ايه هي الخطه الانتخابيه؟ قلت لهم في مدرب كوره بيقول انا خطتي ايه؟ مفيش حد بيقول انا خطتي ايه؟ نعم. لان في عنصر في الانتخابات ومراحل الانتخابات اسمها عنصر المفاجاه. عنصر دراسه الواقع اللي موجود. مين هيترشح قدام سياده الرئيس؟ لانه تتوقع مين دكتور عصام؟ تتوقع اسماء ايه؟ لا، كله كلام حضرتك. انا لا اتوقع كله كلام. الا لما حين يعلن. لكن كل واحد شايف نفسه ان هو بيترشح، وفي احزاب اعلنت برضو ان لها مرشح. لها كل الاحترام في هذا، ولكن حزب الوفد اعلنوا اعتقد. نعم. الوفد اعلنوا. الوفد اعلنوا، وحزب الشعب الجمهوري اعلن. والشعب الجمهوري مظبوط. اللي انا عايز اقوله لحضرتك ان احنا النهارده دي كان احنا بدايه نزلنا شويه ميني بولز موجودين على مستوى محافظات. اعلنا فيها ان السيد الرئيس هو مرشح. وهي الجزء اللي احنا مقسمينه لخمس مراحل. يعني العمليه الانتخابيه مقسمه الى خمسه مراحل. نعم. تنتهي باعلان النتيجه. النهارده هل دكتور عصام في الخطه، يعني بعد اعلان سياده الرئيس انه سيخوض الانتخابات القادمه باذن الله تعالى، هتبقوا مع الحمله بتنسقوا معاها، ولا انتوا كاحزاب مع بعض؟ يعني مفكرين ازاي؟ ولا ده لسه؟ طبعا لو احنا دعينا في الحمله الرئاسيه لفخامه الرئيس هذا شرف حقيقه، يعني نعم. لا يعني يبقى حاجه وسام على صدرنا. نعم. الاحزاب الاخرى ننسق برضو. المهم ان احنا لينا هدف واحد، وهو انه اعلان النتيجه فوز فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. لكن النهارده عايز اوضحه لحضرتك، لان احنا في جزء من الشغل بتاعنا مبني على الخارج. فكان النهارده دعوه لاجتماع اونلاين زوم. مع، لان احنا المصريين الاحرار لهم ممثلين في الخارج في البلاد. كويس. فاحنا النهارده كان في دعوه مع جزء منهم، النهارده ان شاء الله هيتم في خلال كمان يومين. علشان نبتدي نتناقش معاهم، نعرف كمان الامور ازاي. زائد الجزء الثاني وهو التواصل السياسي مع الاحزاب الخارجيه، لان ده دور الاحزاب السياسيه. نعم. ان انا لازم اوضح للاحزاب بره، وخصوصا انت عارف حضرتك انه
في لا دكتور عصام، مثلا هتاخدوا موافقات عشان تعملوا مؤتمرات جماهيرية، كوادر بتاعتكم أعضاءكم هتتحركوا في المحافظات، يعني هيتعمل ده إزاي؟ ولا هيبقى في المركز المقر الرئيسي؟ لا لا حضرتك، لا ما تنفعش في المقر الرئيسي بس، مش كده؟ وانت كده حضرتك، انت حضرتك كده بذكائك الاعلامي بتستدرجني. لا خالص. انا بسال كايضا حريف انتخابات من 87 يعني. لا طب بص يا فندم، اللي انا اقدر اقوله لك ان انت يعني حزب مصير حر كده، ربنا يقدرنا ونرد جميل فخامه الرئيس ونعمل لبلدنا حاجه كويسه، هتشوف حمله مختلفه، هتشوف فيها حاجات جديده، لانه لازم مع الجمهوريه الجديده اللي جايه، ومش هتكون تقليديه خالص على فكره. بمعنى يعني لا ما هو حضرتك ايه، احنا هنتابع خطوه بخطوه مع بعض عشان يبقى في عنصر التشويق. تبقى مستنيني يعني. ماشي. لا مستنيين، لكن كل اللي علينا ان احنا هنقول مع كل مرحله ان احنا ابتدينا مثلا ده، هنقعد هيبقى في تنسيق معاهم في الخارج، ممثلنا في المانيا، ممثلنا في الولايات المتحده الامريكيه، في كندا، في استراليا، في الخليج، لأن كل منطقة من دول ولها طبيعتها، ولا نغفل الخارج أبدا، مش فقط للجزء التصويت. نعم. ولكن البعد السياسي. يعني تخيل حضرتك لما يبقى السفارات بره، وبره موجودين شايفين المصريين واقفين في كل مكان علشان يقفوا، يتم واقفين بالطابور عشان يصوتوا. نعم. هذا فخر لمصر. وعلى فكرة مش بقول يصوت يعني يخش يدي اللي هو عايزه، أنا بقولش مين. نعم. لكن لا بد أن يكون مظهرا حضاري. نعم. ده بس اللي انا بقوله لحضرتك، وربنا يوفق الجميع وان شاء الله خير باذن الله. انا كحزب المصريين الاحرار، هل بعد خلاص بنتكلم انتخابات 24 خلاص انتوا حسمتوا الموقف، بعد كده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يدينا ويدي حضرتك العمر والجميع العمر ان شاء الله، نفكر في انتخابات رئاسيه 30؟ يعني اكيد انا كحزب لازم يبقى عندي طموح ان انا في يوم اكون يعني رئيس احكم، يعني في يوم اكون احكم، مش كده دور الاحزاب السياسيه كده مش كده؟ حتى في ناس كده بتفكر، ما اقولش ده على فكره، ده هو اي مفروض اي حزب كده. ايوه. لكن حضرتك يعني بتاخدني الحته يعني بعيده قوي الان، احنا لسه ان شاء الله عليك خير حضرتك، بس اكيد يعني في الفكره، يعني انا بتكلم على الافكار. لا على الافكار. بص حضرتك، احنا ما لا طبعا، ما اي حزب لازم عشان يقدم برامجه، يعني انا حين اسال او اي حد من حزب مصر هذا يسال، انتوا ليه مدعمين الفريق سوري خمسه الرئيس؟ هيبقى الفكره في الموضوع علشان الاسباب المضايقه 1 2 3 4 5. طب انتوا مش شايفين ان المسائل فيها صعوبه؟ فيها صعوبه، ولكن لو لم يحدث هذا لحدث. صعوبه في ايه؟ يعني انا هشرح لحضرتك حاجه معينه، مثلا الموضوع بتاع الكهرباء. وما ذكر في موضوع الكهرباء. احنا عندنا لجنه الصناعه، وتم سؤال لجنه الصناعه. نعم. التصريح اللي تم اعلانه له كل التقدير من وزاره الكهرباء. نعم. ولكن ممكن اوضح حاجه في هذا الموضوع؟ اتفضل. الناس بتاعتنا قالت كده، يمكن احنا نكون غلط. اتفضل. الموضوع حضرتك انه انت عندك الشركه الرئيسيه اللي او الرئيسيه اللي بتطلع كهرباء في مصر الان هي شركه سيمنز. وبقيه شركات قطاع العمل وهي شركه حديثه. نعم. مظبوط؟ وبتغذي مصر. وانا هقول لحضرتك دي ليه بعدين. طيب النهارده ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الشركات المصدره او بتطلع الكهرباء بتتعاقد على كميه غاز معينه مع وزاره البترول. نعم. مظبوط؟ انا بتعاقد معاه. وبعدين بتيجي ال وزاره البترول، المنتج الباقي لازم يتم التعاقد عليه لتصديره. نعم. مش ده غاز كده مظبوط؟ انا بستخدم رقم كذا. النهارده مع زياده الاستهلاك وزياده الاحمال. نعم. اقول لحضرتك دي لها تفسير برضو اخر موجود. مع زياده الاحمال ومع زياده الحراره اللي موجوده، انا عشان ازود الحمل لازم استهلك غاز اكتر، يبقى لازم ازود كميه الغاز اللي انا عايزها. نعم. مظبوط. نعم. انا هرجع لوزاره البترول اقول له اديني غاز، هيقول له انا في جزء طلع اوريدي طلعته. نعم. طب عشان اديك الجديد دكتور عصام، ده من خلال لجانكم في البرلمان ولا منين الكلام ده؟ لا يا فندم، احنا ما عندناش نوم في البرلمان خالص. ما عندكوش في البرلمان؟ بتاع الصناعه. فبيقول لي كذا عشان يقول للحقول المنتجه اديني النهارده. اديني النهارده. لا ما مش هيطلع. ما هو طيب حاجة. هو ده ملف خاص بالحكومه اكتر، بالجهات اكتر، وانا بتكلم النهارده مش عايز اتشعب بالانتخابات الرئاسيه للقضايا الاخرى. حضرتك بتقول انه هيبقى هذا الدعم من خلال حزب المصريين الاحرار ان شاء الله. مظبوط مظبوط. لنا لقاء اخر باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عصام
خليل رئيس حزب المصريين الأحرار دكتور